السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عادل بجنيد، واليوم زي ما انتم شايفين راح نلعب لعبة Resident Evil Revelation 2. طبعا Revelation 1 واحدة من أكثر الألعاب اللي استمتعت فيها في تاريخ Resident Evil، وإن شاء الله نستمتع في هذا الجزء اللي قررت كابكم تنزله على هيئة حلقات، والمفروض يكون أربع حلقات. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طبعا فيها كوب بلاي، لكن كوب بلاي لازم تكون في نفس الغرفة سبليت سكرين. أنا ما أدري إيش المشكلة إنه كابكم ما خلوها أونلاين. المهم هذا العب نورمال. طبعا للتنبيه الحلقات هي بتنقسم، المفروض انها قسمين. القسم الاول يكون من بطولة كلير وشخصية ثانية اسمها موريا اعتقد حنشوفها بعد شوي، والقسم الثاني من باري بيرتون وبنت ثانية اسمها ناتاليا. تيرا سيف هذا بداية نشوف. Misused with tragic results. عجبتني حركة تغطية العين هذه، انه اساس المفروض ما نعرفه يعني. Count on us instead. We're above. طبعا تيرا سيف للي مو عارفينها هذه منظمة انضمت لها كلير اعتقد بعد احداث كود فرونكا. المفروض انهم على اساس انهم زي ما قالوا انهم ضد الكيميكال وارفير او الحروب الفيروسية، ان هم يساعدون الناس في مشاكل وشيء زي كذا. بالابتسامة يا رجل. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. هذه هي كلير اللي كانت بطلة Resident Evil الجزء الثاني، وبرضو أحد الشخصيات البطلة في كود فرونيكا. هذه موريا بنت باري بيرتون، واللي أذكر إنه تم ذكرها مرة واحدة في Resident Evil 1 و Resident Evil 1 طبعا الريماستر، إنه إذا صار شيء وإنك قتلت باري إنه باري تطيح منه صورة، إنه يكون فيها رسالة لبناته، واحدة منهم اللي هي موريا بيرتون. هي هذه هي واحدة من أبطال هذا الجزء برضو. That Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her and her dad? Oh yeah, emotional minefield. Okay. طبعاً من الواضح إنه في مشاكل بين مويرا وبنت وأبوها اللي هو بيلي، لكن إيش السالفة بالضبط؟ الله أعلم بصراحة. أوكي بنشوف. What do you do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened. Okay. هلا والله. هلا والله. ماشي الجرافيك في السي جي تحسه غريب شوي، ما بنتقد لكن تحسه جدا غريب. في حاجة حاسها غلط في السي جي. والله ما ادري، في شيء حاسه غريب جدا في الجرافيك هذا صراحه. هذه ما غير تنخطف، مره انخطفت في كود فرونيكا من امبريلا، والان تنخطف من دول. ايش سالفه امك نير هذه كل شويه تنخطف؟ الباب تفتح بسرعة. شوف. Why did it open? I didn't do anything. مشى نشوف المكان. كل والله كلنا نسأل وين رحتي؟ ايش ما اقدر اجري الان ولا؟ اوكي اخيرا. هذا تهرول. Is that Moira? اوكي شوف اي اوكي اخيرا صرت اقدر اجري. يلا ايش الجري هذه؟ Don't worry. Moira, are you okay? طيب كلنا بنروحهم، فخلاص اهدي اهدي يا بنت. الان البنت بتجيب صداع صراحة. ايش السالفة هنا؟ ايش ايش المكان المريض هذا؟ اوكي. لا 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 مكان ضعيف انك تروح اجازة في يوم ولا شيء. ايوه بدينا صراخ ودم وحركات. الله يستر.
لا بعد كذا الصراخ تقولي لي there's someone else here. أكيد في someone else يا ذكية. أوكي. مع إنه السكين تقريبا عمره ما يكون مفيد في Resident Evil كثير، لكن نشوف. على الأقل أحسب إني قاعد أتمشى بدون شيء. I think there's a way through on the other side of the glass. I think we can squeeze under this. Give me a hand, Moira. أوكي. يلا خلينا إحنا نمر كمان. اطلع ابليسك. اوكي يلا نمشي. قاعد اسمع اصوات غريبه في اذني صراحه. الله يستر. ايه تعال 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 تعال. Come on, hurry. اوكي معلش عش بلازم ناخذ هالطريق. افتح الستارت. اوكي كويس. عبيت طاقتي مع اني ما كنت احتاج بس يلا ايش نسوي؟ مو وقته بنت حتموت. خلونا نمر بسرعة يلا. يا ساتر. يا ساتر. Did you know her? Yeah. She's with TerraSave. يا ساتر ثواني ايش صار؟ What kind of whack job would this isn't اقسم اللي ماسك المكان ذا عن جد مريض. Okay. يا ابو الاستهبال لازم يعقدوا لك السالفه وهي سهله ولا باب هنا مفتوح. اوكي بعض الحين الابواب المقفله تكون احسن من الابواب مفتوحه. ما تدري ايش يكون متخبي لك وراها فاريح انه يكون باب مفتوح مقفل قصدي. اوكي. يا ساتر ذا الثانيه نطبق تصفيق. اوكي كان ولا نطفي النور. والله يا يعني الاخ اخذ له التصفيقه جامده. طيب الحين فين نلاقي المفتاح؟ الاخ طاح هنا. اوكي هذا المفتاح. الان نبدل الشخصيه. يا اني خطير انا خطير. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. مات. اوكي كويس. الهروب. ايوه لا عندي دهرب. اهرب عندي برا. باي باي. نهرب احسن لنا ونريح راسنا. تعالي يلا فكي يا اهلي خلينا نهرب. ما في غير قوة جري. اي ما في غلط انا من ناحيتي بهرب. والله عن جد يا ريت الابواب ما انفتحت زي ما قلت. هروب هروب ما في غير هروب. في حد طيب في حد يلحقني قاعد؟ لا كويس ما قاعد يلحقني. طيب هلا بالعيال. هلا والله هلا بالحبيب. بس ما نتخن طول الوقت. You need a gun too, Moira. No, I really, really don't. Sorry, I don't do firearms. Not after. بالله هذا وقته إنك ما تسوين فاير آر ما تستخدمين مسدسات مو وقته أبداً. No, I'll just be on flashlight duty or something. It's fine. في شيء مع هنا. يعني معليش طيب أنا شايفه هو يلمع طيب ليش لازم أشر عليه؟ Blunt weapon. I can do blunt weapons. اوكي حلو انه ممكن تسوي لي فزعه. ايش ذا؟ What is this? كفكا دراوينج وسته. اوكي يصير مويرا انها تخمع بالكروبار وتفتح الابواب اللي زي كذا بعدين اكمل بكلير
قصدي مويرا، انا ما ادري ايش قاعد اقول بالضبط. اوه Claire, you saw that, right? Yeah, I saw something. اوه لازم نحول لمويرا عشان ها تنور على حاجة أنا أشوفها عشان أقدر أخذها. طبعا نرجع لكلير، هي معها المسدسات، هي معها الفلة. اوكي. What? Who the fuck is quoting poetry? Are you afraid? You can tell me. Talk to me. مين أنت؟ What are you talking about? اوكي هذا الباب مقفل. لا لا والله، واحد اثنين. المكان هذا ما يبشر بالخير ابدا. الله يستر عن جد، الله يستر. خلينا نبعد احسن قبل ما يتفتح في اي لحظة ونغني. This looks like a way out. طب من فين؟ ما في غير كتب وكافكا. كافكا الظاهر كان شاعر ولا كاتب، والله ما يحفظ. ما تبغى تستخدم الأسلحة؟ خلينا نتصرف. Yeah, let's take one home. تعليقات الباردة. حلو، أقدر أقوي أسلحتي للدامج. نعطي المسدس حبة دامج. كلير معها كل ذي الأسلحة، والأخت اللطيفة ذيك مو راضية، ماسكت لي بس الكروبر. خذي لك مسدس يا بنت الناس، اقسم بالله المنطق حقك مو عاجبني، مع اني ماني عارف وش صار وانت صغير ولا وش السالفة، لكن معليش المنطق حقك مضروب في الموقف. لا يطلع لي أحد. هنا قربنا؟ لا. صح صح. حلو، ايش أعطانا؟ هاند جان ايمو كيس. جميل جميل جميل. كلير ذيس واي. هلا والله. يلا اوكي، الان اقدر استكشف براحتي، معي مسدسات. اوكي الهزه هذه ما عجبتني برضه. لوكت فروم ذا اذر سايد. ان لل مو وقتك، مو وقتك. موت يا ابن الذين. مو وقتكم انتم يا. هلا والله، هلا والله على النطة اللي سواها قبل شوي. ايوه خذ 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 يا ابني. موت موت. كويس، ما في اي شيء ناخذ، اي شيء ينطلق عليه. طيب وشو يقلع بليسك يا اخي. اوتش، انا ما غير قاعد انظر من ذول المطول. كويس انه طاح. خذ خذ يا رجعت نفس الغرفة من الجهة الثانية. اعتقد انه احسن. يلا نروح نكمل، نروح من هنا. هلا بالعيال، هلا بالعيال. والله هذا ما في غير ال... ما في غير الشوت جن. اي 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 يا ساتر. مو وقته، مو وقته. يا ساتر، الى الان ما يعرف كيف قاعد اسحب فيه. اي دد وير ستيل بليدنج. يوز ذا تورنيكت اند ايتم. اوكي نستخدم التورنيكت بسرعه 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 بسرعه. اول شيء ابعد شوي. وين التورنيكت؟ وين التورنيكت؟ يوز. يقلع بليسه قوي. موت يا اخي. مات. يقلع بليسه. دمجني تدميج. اوكي نعالج. اكسبلودنج باتل. هلا والله. يقلع بليسك وجابك. يا
يا ساتر. يلا عدت. اي 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 لا انا ما شايف ولا شيء حرفيا. خليك بعيد، ابعدي يا نكبه يا مويره. مات، يقلع بليسه، نزل فيني ضرب. طيب الخريطة تقول في مكان أزرق فوق هو اللي لازم نروح له. طيب بسم الله. أوكي جميل، اللون يتغير بحسب طاقتك، فإذا كنت في خطر يقلب أحمر كامل، إذا كنت كوشس أو حالتك وسط يقلبها برتقالي. جميلة الحركة، ما هي أول مرة تتسوى لكن حلوة عجبتني. طيب لازم أرسل مويرة، شوف ايش السالفة، خلي كلاب تتصرف لحالها. If your partner goes down while you separate, the result is game over. يقول لك انه اذا مات وهذا فانه هذا بيموت. اوكي فهمنا. مو وقتكم ولا وقتك انت الثاني. عدي 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 عدي. اوكي هنا شكله اطلعي. حلو 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 حلو. هربنا 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 هربنا. كويس هرب هرب. تعالي 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 تعالي، بنخلي الحال. والله اعتقد لو نتفس سامجة اللي قالت في ريزنت ايفل 1 عن جل. طيب ما هي مشكلة، خلاص نمشيها نمشيها. بدي لي عشبة واحدة اخليها طوارئ. مو وقتك انت وياه. طير. اوب 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 اوب. وش ذا؟ اعتقد الان احسن وقت انه نعالج. نحن ماشيين صح؟ والله الوضع شكله بيكون جدا سيء. ما عندي ولا علاج ولا شيء. هلا والله. لا ما هي مشكلة، نتصرف. اي ابو المرض اللي هنا عن جد. ابو المرض في توي حركة تعلمتها. هل اقدر اسوي كومبينيشن؟ اوكي طير. نحاول نوفر الرصاص قدر المستطاع. موت يا اخي موت موت. مو براضي يموت. وش ذا؟ اي 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 هي 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 تراك مزودها يا اخي. بعد شكلي حموت. هلا والله. لا عندي لا علاجات ولا شيء وطاقتي كذا. الوضع في السليم. على اساس انه وقتك انت الثاني تجيني. يا والله وكمان موجود هذا. اوكي اول شيء في علاج، ما هي مشكلة. نعالج نفسنا. اول شيء نعالج. اوكي باب 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 باب. اوه فين الاخت؟ تعالي. بالله يفتح لنا الباب. مو وقته. اوه على الحفلة اللي صايرة هنا. والعلاجات خلصت. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب لحظة، ما هي مشكلة. عندي. ينسف. انقلع. والله الوضع سيء. ام الحفلة اللي بعيشها بعد شوي. طيب ما هي مشكلة نشوف الوضع مرة ثانية.